أعزائي المشاهدين، مرحبا مرحبا بكم. بكم. اسمي بسام، وهذه أستاذة تيمار. حتى اليوم قد قمنا بتعلم جميع الحركات التي تبدو مهمة جدا بالنسبة للكونغ فو، واليوم سنقوم بمراجعتها مع الأستاذة، أليس كذلك؟ فعلا. لنبدأ الآن مراجعتها، هيا بنا. لنشاهد حركات الدان الأول والدان الثاني بشكل متصل. وضع الاستعداد. التأبط مع وقفة القوس. خلال التأبط مع وقفة القوس عليك أن تطلق المقبض في اتجاه أفقي وأوصل القوة إلى طرف المقبض. عندما تلف النونشاكو اجعل المعصم محورا للدوران. الرفع مع الوقفة الفارغة. خلال الرفع مع الوقفة الفارغة تسلم المقبضين باليد اليسرى من تحت الإبط اليمنى بعد الرفع بسرعة ودقة. الشق مع وقفة القوس. خلال الشق مع وقفة القوس أدر الجسم إلى اليسار قليلا. الرفع مع وقفة القوس. خلال الحركة ادفع الكف بقوة. وقفة القفز ثم الشق مع الدوران السحابي. اقفز دافعا القدم اليمنى على الأرض بقوة. الصقر يمد جناح. خلال حركة الصقر يمد جناح أدر الجسم إلى اليمين 180 درجة. الفاتح يدق الطبول. خلال حركة الفاتح يدق الطبول اكتسح أفقيا بعد تسلم المقبض السفلي. إخفاء السيف. خلال إخفاء السيف اكتسح إلى الوراء وتسلم المقبض الآخر باليد الأخرى. الشق الحلزوني. شق بدوران السحابي يسارا مع إدارة الجسم.
مشاهدينا الكرام لا تغادروا، بعد قليل سنعود، فانتظرونا. هل يمكنك أن تحدثينا عن أخلاق البشوب؟ الأفكار الكونفوشية التقليدية الصينية تؤكد على معاملة الآخرين بقلب طيب ومخلص، وبتأثير هذه الأفكار شكل كونفو مفهومه عن المنافسة باحترام وتأدب، ولا تهاجم الخصم أولا. الدفع بوقفة القوس. خلال الدفع بوقفة القوس أمسك المقبض باء بوقفة القوس وادفع باليدين يمينا. حمل النونشاكو مع وقفة دين. خلال حمل النونشاكو مع وقفة دين اسحب القدم اليسرى وتقدم بالجسم. سوتشين يحمل السيف. خلال سوتشين يحمل السيف اخطي بالقدم اليسرى الى الامام وارفع العصا بعد تسلم اليد اليسرى لها من تحت الابط. سحب الخطوة والشق. خلال سحب الخطوة والشق شق مع سحب الجسم بقوة وسرعة. الضغط الجانبي. خلال الضغط الجانبي اسحب النونشاكو باليد اليمنى واخطي بالقدم اليسرى. اضغط النونشاكو نزولا على الجانب الايسر استعانة بقوة الخصرة حتى توصل القوة الى طرف المقبض. اخترت سلاح النونشاكو، كما نعرف أن هذا السلاح يستعمل كثيرا بالنسبة لبروسلي في أفلامه، وأحببته بالنسبة للرشاقة والخفة، وتوجد فيه حركات جميلة بس في الاستعراض، وأهم شيء للدفاع عن النفس. النونشاكو سلاح أسطوري أنيق، ويمكن أن يستخدم أثناء القتال العملي كما يساعد في التدريب على المهارة. دوران النونشاكو ثم التأبط. خلال دوران النونشاكو ثم التأبط قم بالدوران بشكل ثمانية على اليسار واليمين، لاحظ تماسك الحركات وتناسقها. الأفعى الذهبية تلف حول الرأس. خلال الأفعى الذهبية تلف حول الرأس قم بالدوران السحابي فوق الرأس، تحرك بسرعة وقوة ثم ضع النونشاكو حول العنق، اترك المقبض باء ليصل إلى اليمين بالقصور الذاتية وامسكه باليد اليسرى. إخفاء السيف.
خلال إخفاء السيف أدر الجسم وتقدم بالقدم اليسرى ثم اليمنى حتى تصل إلى شكل نصف وقفة الحصان. امسك النونشاكو باليد اليسرى واكتسح إلى الوراء. تسلم النونشاكو باليد اليمنى. إظهار السيف. خلال إظهار السيف أمسك النونشاكو باليد اليمنى وقم بدوران السحابية وشق يسارا حتى تصل إلى الخصر. اجعل النونشاكو يرتد من الخصر حتى يصل إلى راحة اليد اليسرى. شد السلسلة واقلب اليد اليسرى حتى تتجه راحة اليد إلى الخارج. لنشاهد حركات الدان الأول والدان الثاني بشكل متصل مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، هل استفدتم من المراجعة؟ أتمنى أن نتقدم سويا في تعلم الكونغ فو. أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة في الدرس القادم؟ نعم. حتى الآن قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.